معايا في قناتي عتيقه شانيل. اليوم نهار جديد وفيديو جديد. الوصفه ديالنا البنات اليوم غنديروا جينواز، كتجي رائعه وناجحه. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم وفرجه ممتعه. عندنا هنا واحد 4 البيضات، وعندنا واحد 160 غرام ديال السكر سنيده، و160 غرام ديال الدقيق الفوس خاص بالحلويات، وفاني وحده. وهنا البنات كما كتشوفوا دايره واحد شي شويه ديال الملح. المهم البنات حنا باش كنعبروا البيض، نتوما الا كان عندكم لاطا كبيره غدوبلوا المقادير. انا حيت عندي غندير غير جينواز صغيره، المهم غندير غير 4 البيضات باش كنعرف انا شحال مزت البيض كنزيد السكر. بحال دابا البيضه انا عابره البنات عندي فيه 40 غرام، يعني غندير كل 40 غرام غندير 40 غرام ديال الطحين و 40 غرام ديال السكر سنيده. يعني عندي هنا 4 البيضات، يعني 40 و 40 80 880 160، يعني غندير 160 غرام ديال السكر سنيده و 160 غرام ديال الدقيق الفوس. شحال ما زدتو البنات ديال البيض شحال ما كتزيدوا ليه السكر سنيده. الطريقه راه واضحه البنات، يعني ما عندكمش تلفوا. وغنديروا معاهم فاني. ندوز اول حاجه غندوزو نديروا البيض وحده وحده، باش كلشي وحده خاصه. نزيد هاد هكا هكا سمعت غنديرو معاه هاد السكر سنيده. غنديرو مع البنات هاد سميتو فاني. البنات يمكن لكم ديرو ميكسو الا كتعرفوا. هاد المره غنشارك معكم واحد جينواز ميكسو، كنت كنديرو ما عنديش البنات داكشيش ما درتوش ميكسو، راه كيتباع هما لي الحلوه كنشري من عندهم 5 درهم، راه كيعطيو عليكم في الطاسه كديرو بلا ما ديرو الخميره وتطلعوا بيض بزاف، كديرو غير واحد المعلقه صغيره ديال ميكسو كتخلطوا مع هادي كتجي جينواز طالعه وكتجي مهشيشه بحال كيديروا المخابز كتجي رائعه. المهم البنات المره الجايه ان شاء الله غنشارك معكم سميتو جينواز. نبداو على بركه الله بسم الله. غادي نخلط هكا البنات، يعني السكر طار. خاصك البنات يكون عندكم البيض في حراره الغرفه المطبخ باش يطلع لكم دغيا دغيا البيض. انا ما درتش كاع ما درتش داك العجانه ديالي ونطلع فيها البيض، يعني انا شنو خدمت غير بهذا، كنت كنخدمو غير بالباتور ديالي راه غادي يطلع لكم. المهم على ود الصداع البنات ديال ديال الباتور، المهم خليته يطلع البيض ونعاودو نطلعو. ديال البيض غنديرو نزيدو دابا دقيق الفورس، انا المغربلات غربيله وحده، نضيفو غير بشويه بشويه. نزيدو التغربيله الثانيه، باش مينزلش لينا هداك البيض نضيفو الدقيق غير بشويه بشويه. صافي كنبقى نستمر بحال هكا، نضيف الدقيق بشويه بشويه، ونحاولو ما نضربوش بزاف باش ما ينزلش لينا هاد البيض، حيت الا ضربناه بالجهد البنات خلطناه مزيان غي ينزل لينا الخليط وما غاتجيناش الجينواز رطبه، غاتجي بحال لي ناشفه ومدقصه. يعني من الاحسن البنات خلطو بشويه بشويه هاد المرحله هادي
تحاولوا ما تسرعوش فيها وترميو الدقيق تلوحوا زعما الدقيق كله. نخدمش نخدمو حاجه نيت مقاده يعني ملي كتعطيو الوقت للبيض باش كتخليوه يطلع حتى هاد الطريقه ديال الدقيق بشويه بشويه ضيفو باش تستقليكم الجينواز ناجحه ان شاء الله. كما قلت لكم البنات اذا كانت عندكم لاطا كبيره وبغيتوا ديروا جينواز كبيره زيدوا المقادير انا راه شعله على الفراني شعله عليه التحسان يا البنات كيسخن غير الفران ديال ماشي ديال الطوبيل ديال العافيه البنات غير ما يبقاش ليا داك الطحين في المولي غنطيب فيه نهزو يدينا بحال هكا البنات بحال هكا نحاولو نهزو يدينا نكونو مخويو باش كاع داك الهواء اللي فيها يخرج لينا يا البنات الجينواز راه كتكون غليظه يعني ما خصهاش تكون غليظه بحال الشكل ديال الكيكه صافي انا غنسرحها على هاد الوجه وغندخلها تطيب على عافيه مهيله راه هي دغيا هي البنات كطيب صافي نعاودو نطلقو من الطيب لينا الجينواز ديالي كتخرج رطبه البنات شتيو كي كتخرج زوينه كتجي هكا رقيقه نيت بحال هكا الشكل اللي بغيتها انا رقيقه وكتجي هي ديك طايبه المهم البنات كنشعلوها على الفران التحتاني وكنخليوها حتى كنحسبها قربت نديرولها بحال هكا ونشعلو على الفران الفوقاني غير ما تبقاش نحسبها غير نشفات البنات نخرجوها هانتوما البنات الشكل ديالها كي كتجي كتجي زوينه وكتجي رطيبه دابا هادي غنخدمو بها ان شاء الله واحد الحلوه ان شاء الله نشاركها معكم في القناه ان شاء الله باذن الله صافي البنات سهلت الوصفه ديالنا كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم وما تنساوش ديروا لايك وتشاركوا معايا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد والى فيديو اخر وشكرا على المشاهده السلام عليكم.